الجزء اللي انا يعني حابب ان انا اقوله لحضراتكم ان انا طبعا كبدايه بتوجه يعني حبيت ان احنا طبعا في مجلس الوزراء وجهنا خالص التهنئه والشكر لابطال مصر اللي شرفونا في الاولمبياد باريس وطبعا تحديدا احمد الجندي وساره سمير ومحمد سيد اللي حصلوا على الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه والحقيقه عمليه اعداد بطل اولمبي دي بتتطلب جهد وعمل كبير جدا وشاق على مدار السنين. انا طبعا متابع تماما ان الشعب المصري كان تطلعاته ان احنا نحصل على عدد اكبر من الميداليات. ويمكن التصور اللي كان معروض المبدئي قبل هذه الدوره ان احنا كنا نحصل على عدد في حدود السته الى ثمان ميداليات بالفعل. ولكن يمكن طبعا يمكن هناك كان عدد من ابطالنا اللي ما ربنا ما وفقهمش في هذا الموضوع ويمكن نتيجه ل يعني تساؤل الشارع الحقيقه كان هناك توجيه فوري من فخامه الرئيس لمجلس الوزراء وللسيد وزير الشباب تحديدا بعرض تقرير شامل عن اداء كل الاتحادات اللي شاركت في الاولمبياد بغرض التعرف على اين كانت اوجه القصور وايضا ايه اللي ممكن نعمله علشان يبقى ان شاء الله في الاولمبياد القادمه يبقى مصر تحقق مكانه اكبر بكثير من اللي احنا يعني موجودين فيها واللي احنا كنا كلنا نتطلع عليها فالحقيقه التوجيه للسيد وزير الشباب انه بيعمل دلوقتي حاليا تقرير شامل بالكامل وده ب... عشان حضراتكم تبقوا عارفين ايضا بمشاركه العديد من الهيئات الرقابيه وعلى راسها هيئه الرقابه الاداريه علشان يعني نشوف ايه اللي حصل وايه اللي كان لو كان هناك قصور من اي مسؤول علشان نقدر ان احنا نحاسبه في هذا الامر فانا بطمن حضراتكم في هذا الموضوع وبالتالي بيتاخد دلوقتي الاجراء لاعداد التقرير الشامل في هذا الشان